الفاهيته بالمره عايز اشتغل بيها دلوقتي عشان اسيبها تستوي هي كمان. هجيب عندي الفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، نفس التتبيله دي هزود عليها بقى وروقها برده من عندي. هنديها ايه جديد مثلا؟ والله هديها من عندي فص ثوم حلو مفروم اهو تاني ماشي، وهنزل عندي الزعتر ماشي، وهاخد عندي اللي باقي كمان من التتبيله بتاعتي وانزل عليه كده بتتبيله الفاهيته دي كمان، وازود انا بقى لو حبيت ازود حبه ملح كمان، سنه فلفل اسود تاني، حبه ميه بصل عشان برده نعلي التست شويه، شايفهم عاملين ازاي؟ حلو. وكمان من عندي هزود حبه بابريكا كمان عشان تبقى محمره معايا، وسن البهار مشكل تاني للطيور، وهجيب برده عندي سنه زيت كمان كده اهو. ونرجع ونشوف الحكايه هنا، نقلبهم كويس مع بعض اهو، شوف المنظر، ميه البصل بقى وكاني بقى هشوي طريقه تانية خالص، بس خدت القديم مش هرميه بصراحه. تمام تمام كده اهو، ونسيبها شويه. طيب اول ما احس خلاص ان الطاسه هنا عندي سخنت كويس هبدا هعمل ايه بقى؟ هاخد عندي ماشي معلقه كده حلوه من الزبده اللي عندي دي، شايف الكلام يا باشا، وانزل عندي بالفراخ بسم الله كده اهو على الطاسه اهو. كده اهو، واسيب الفراخ تتشوح بالزبده شويه او بالزيت لو حبيت، بس انا عايز اغير طعم شويه النهارده، اخليها حاجه كده ايه تكون برده لطيفه اهو، وسيبها شويه مش هقلبها، خليها تكمل بقيه تسويتها. طيب تعالوا بقى كمان نخش على طبق الخضار اللطيف جدا اللي هياخد وقت في الشوي بتاعه، ولكن هيبقى فيه طعم جديد جدا النهارده ان شاء الله اهو. فلفل الوان، عندي جبنه كمان بجيبها من عند اللبان او من السوبر ماركت، وتشكيله الخضار بتاعتي اللي متوفره ايا كان الخضار، وعندي ريحان فريش وريحان مطحون او معمول كشكل صوص، والمستارده بتاعي، ويلا بينا نشوف الحكايه ماشيه فيها ايه. خلي المستارده والريحان المطحون دول في الاخر يبقى صوص، وتعالوا نخش مع بعض دلوقتي في الشوي وتتبيله الخضار بتاعي عامل ازاي. طماطم زي ما حضراتكم شايفين، بص المنظر اهو، شوف مفيش حاجه، كوسه كل حاجه قدام حضراتكم ما فيهاش اي مشكله، وحتى كمان البتنجان هبدا اقطعه دلوقتي، ما رضيتش اقطعه من شويه عشان ما يسودش مننا. اي تقطيع نشيل القمع كويس ننضف كده اه يا باشا سلام، واجي بقى اروح مقطعها ازاي؟ ممكن نقطعها كده اهو، بص كده بسم الله اهو، عشان تبقى معايا مشويه محمله، يعني بنسميها احنا كمان محمله اللي هي ماسكه نفسها شويه اهو اهو. حلو الكلام. هتبلهم بايه بقى؟ هو ده المطلوب دلوقتي عندي. ميار هانم اسف للتاخير. الو صباح الفل يا ميار هانم، ازي حضرتك؟ صباح الفل يا سيدي، اهلا وسهلا بيك يا فندم. احنا بنحب حضرتك قوي، ربنا يخليك يا فندم، حضرتك مني حته يا فندم. انا من مني، اجدع ناس المنيويه، بنحب حضرتك قوي وبحب الاكل اللي حضرتك بتعمله قوي قوي. ربنا يخليك يا فندم، كلك ذوق والله، ربنا يعني يديك الصحه والله، تسلمي. الله يسلمك، انتوا تمام والصحه تمام؟ حضرتك بتعمل اكل لذيذ عشان الشتا، وحضرتك عارف يعني بيتخن شويه. يا انا اسف بالسبع، الشتا بيتخن شويه. ايه اللي الشتا بيتخن شويه؟ اه والله يا اختي والله، بتعمل اكل لذيذ انبسطت قوي. ربنا يديك الصحه يا فندم وتعيشي وتاكلي، بس خدي بالك برضو الوزن كتير مش لطيف، فلازم نامن نفسنا شويه على قد ما نقدر. ايوه، ما انا عشان كده بحب حضرتك قوي. ربنا يخليك يا فندم، تسلمي، كلك ذوق والله يا اختي، ربنا يخليك ودي محبه يا رب، تسلمي، صباحك كله سعاده وصحه يا رب انت والاهل والاقارب كلهم. شكرا جدا ليك واهل المنيا، اهلي وحبايبي والصعيد كله حبايبنا، ربنا يديم المحبه يا رب. ارجع تاني، حبه ريحان، حبه ملح، حبه فلفل اسود، حابب احط عندي فص ثوم ماشي، راح فين فص الثوم اهو كده اهو، شايف الكلام عامل ازاي؟ وابدا بقى اروح ايه مقلبهم مع بعضيهم على الشوايه مره واحده. تعالى يا باشا كده بسم الله، شوف الكلام ده، خضار مشوي على الشوايه بالريحان طماطم اهو، عايز بقى ارتب حاجتي عشان ايه نعرف ايه اللي هيستوي الاول وايه اللي مش هيستوي تاني. احب دايما ارتب الحاجه اللي على الشوايه بالاخص، عشان ساعات الواحد بينسى احنا حطينا ايه قبل ايه، وده مهم جدا. بص منظر الريحان عامل ازاي والثوم اهو كده اهو، ونسيب الكلام ده كله ياخد وقته ويعيش حياته اهو. تمام تمام، ارجع تاني وابص على الفراخ اشوف اخبارها ايه.
افندم. نقلب الفراخ على طول حالا. بص المنظر، الروائح بتاعه الفاهيتا لازم زي ما اتفقنا نسيبها شويه على الطاسه، ما نقلبش بسرعه عشان ما تجيبش مننا ميه والموضوع بقى ايه مش زي ما احنا عايزين. حاسينها مشويه كده، ريحه الثوم اللي فيها عاليه جدا، البهارات اللي موجوده لطيفه، كل اللي موجود عندنا في البيت نقدر نستخدمه بكل بساطه. اه سيبها شويه برده تاخد صدمه حلوه كده، نقفل ان شاء الله مع حضرتك. طيب الخضار بيتشوي وتم التمام. الجبنه الحلوم دي انا هخليها في الاواخر، هي والرحال الفريش هنشوف هنعمل فيها ايه بس لما نخلص تسويه الخضار بتاعنا. عايز قبل ما اطلع الفاصل ده اعمل بس حتى اي حاجه من الكفته عشان استفيد بوقتها في التسويه. بولة فاضيه وكل ده كله ان شاء الله هرجع عليه الفاصل اللي جاي باذن الله. حاضر، انا بس هعمل واحده حتى واوريها لكم. فص توم هنا اهو، نيفين هانم صباح الفل يا فندم. بجد على الحاجات اللي انت بتعملها. كل ذوق، ربنا يخليك يا نيفين، تسلمي. اه والله يعني بنتعلم من سعادتك حاجات كتير جدا. العفو يا فندم، اخوك وتحت امرك في اي وقت. الله يخليك. الله يخليك يا فندم. يديك الصحه يا رب ويخليك يا رب بجد. الله يخليك يا فندم، تسلمي. طب خير النهارده يا نيفين. يعني ان شاء الله. الله يخليك، انا مش سامع كويس، انا اسف بس يعني بسالك سؤال، هل طبخ ايه النهارده يا فندم؟ طبخ النهارده الفراخ المشويه بتاعت سعادتك. الله 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 الله، بالهنا والشفا يا فندم، بالهنا والشفا. الله يخليك. تسلمي تسلمي يا فندم. اموري باي امر يا فندم؟ لا يا لا يا باشا، احنا بس بنقول لك ان احنا بنتشرف بسعادتك وان انت جميل جدا في الحاجات اللي انت بتعملها. كلك ذوق يا اختي، ربنا يخليك عليك يعني. ربنا يخليك يا اختي، شكرا لذوقك يا فندم، ربنا يخليكي، تسلمي. صباحك كله سعاده وصحه يا رب. هرجع تاني، بصلايه مفرومه، توميه مفرومه، حبه فلفل اسود كده اهو، وحبه ملح، سن بابريكا، سن البهارات مشكله، سن الكمون، ببهر حاجة عادي جدا وبايدينا بقى الطيبه ونقلب كويس جدا الايه الكفته دي. اهو شوف المنظر، احيانا هنعمل صباعين صغيرين حتى وطلعك ايه الفاصل. ثانيه واحده عشان بس ايه نكسب وقت، انا عارفك هتنتقموا مني في الفاصل ده. اهو بص كده يا استاذي، شوف صغيره عشان اقدر استفيد واقدر اظبط نفسي على حته الايه الجلاش وابدا احشيها كويس. هدخل ده الاول الفرن ياخد تسويته وهنشوف الحكايه. ولكن قبل ما اطلع الفاصل الفراخ دي عشان ما نسيبهاش كده، بص منظر الفراخ عامل ازاي يا ابراهيم، شوف منظرها بقت عامله ازاي. شوف اجي بسرعه، راح اعمل ايه بقى، جايب على طول البصل بتاعي نازل على كده اهو، شوف المنظر بقى، المشروم بتاعي، البروكلي والجزر اللي مديله نص سلقه هسيبه عندي في الفينش مش دلوقتي، فلفل احمر كده اهو، وعندي فلفل الوان اصفر اخضر ايا كان، ونعمل ايه بقى، نقلبهم مع بعض ونطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل ان شاء الله نواصل. اتفضل. بدانا في ايه، بدانا او هاجي مطرح ما وقفنا اخر مره عشان ما ننسوش يعني. الفاهيتا زي ما حضراتكم شايفين، بص المنظر عامل ازاي يا ابراهيم، شوحناها بسنه زبده، الفراخ خدت اللون اللي انا عايزه، الصدمه اللي انا عايزها، شوف المنظر عامل ازاي. الخضار نزل عندي بالتدريج، قلبتهم مع بعض، سبتهم يستووا وياخدوا وقتهم وزي الفل.